هل من نصيحة لمن يستخدمون الجوال أثناء الطواف والسعي وداخل الحرم ويشوشون على المصلين؟ لا بأس بالكلام أثناء الطواف والكلام في أثناء السعي، لا بأس بالكلام عند الحاجة، والتكليم في الجوال للحاجة والضرورة لا بأس به، لكن ما يرفع صوته يشوش على من حوله، وإلا يباح له الكلام خصوصا عند الحاجة.